تعود إلى بوثويلو. الله 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 يا رب، ما زالت الكرة تعود والكرة تأتي وبوثويلو يقاتل والعرضية تصل، وصلت إلى علي يا رب. مستحيل يا علي، هناك طريقة واحدة يمكن للهداف أن يعلن عودته، طريقة واحدة فقط يعرفها علي، ومن يعرفها أكثر منه؟ يا للمباراة ويا للعودة، يا للاحتفالية ويا للهدف، يا للإلهاء. إنه كبير دورينا، إنه الأسطورة، إنه مبكوت. يا للهدوء، يا للثقة. الهداف هكذا يعلن عن عودته. هل هي مباراة مفضلة؟ نعم هي مباراة مفضلة وشباك مفضلة. شوف الهدوء، فابيو ليما في هذه المواجهة قبل نهاية الشوط الأول. فابيو ليما، فابيو ليما سيتقدم الآن، سيتقدم الآن البحث عن التعديل. فابيو ليما بيلعب لكرة. الله الله، كل أرقامك في الوصل تستحق تتويجا. قصتك معهم، أنت بطلها الأول. اكتب نهايتها السعيدة، اكتب نهايتها السعيدة. فابيو ليما يتذكر كل ذلك ويحمل أحلامهم وأمالهم مرة أخرى. لن ننساك يا علي، لن ننساك. إنك تسقط من أجل أن يقفون من مسافة بعيدة بعض الشيء. فابيو ليما سيتقدم، فابيو ليما سيتقدم، بيلعب لك كرة عرضية. يا رب، عندما يريد الوصل شيئا ما على العالم كله أن يفسح الطريق، أن يفسح الطريق، أن يفسح الطريق. سيسجلون بكل لاعبيهم، وإن اختلف الاسم سيظل قميصهم بالتأكيد هدف ثان من كرة الرأسية، ليرتفع رأسهم من جديد على قمة الدوري، على قمة الدوري. يا للكرة التي صنعها خيمينيز أولا وأرسل كرة عرضية من خلالها فابيو ليما ثانيا. انظر عدم تكرارها في المواسم المقبلة حتى يعود الجزيرة كما كان، بالتأكيد فريقا منافسا بطلا لجماهير. لكن الله على السحبة، على العرضية، هي من السحبة، لازم تكمل، هي الأجمل، هي الأكمل. يا برونو، يا برونو، هدف الجولة أم هدف الجولات؟ على الطاير، على الطاير. أوهو يا كيبانو، يا كيبانو، لسه نقول الجزيرة يجب أن يعود لجماهيره كما كان بطلاً. لحظة، تذكروا أنهم كانوا فيها أبطالاً. لم ينتهي هذا اللقاء. يا برونو، ما أجمل العودة، ما أجمل هذا هدف غريغوري من بديل إلى بديل.